السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة كويسة جدا للبحث العلمي اسمها قزبر AI. أي بحث أنت تفتحه هي بتبدأ تلخصه لك، تبدأ تناقش فيها، يعني كأنك مخاطب بشات جي بي تي، يبقى في حوار بينك وبينه بالشكل دوت. طيب خلينا نجرب بشكل عملي. أنا ضفتها عندي، ولو جيت هنا هتلاقي قزبر AI اهيت. تمام، هو بيقول لي اختار انت عبارة عن ايه، مثلا رايتر للستادي. بقول له بقى لخص لي البحث دوت. يعني اول حاجة بعملها ان انا اشوف ملخص البحث دوت، بدل ما اقعد اقرا البحث ده. البحث ده يعني كاتبه بالاشتراك مع دكتور هيام، فبدل ما تقرا البحث كله انت بتاخد ملخص بتشوف هل هو ده قريب من اللي انت عايزه ولا لا. بعد كده ممكن تسأله كأنك خدت البحث ده ورحت شات جي بي تي وسألته. اغلب الحاجات بتاعت الذكاء الاصطناعي معتمدة على شات جي بي تي، فانت بتسأل لخص له البحث اهوت. تمام، عندك اي حاجة ممكن عايزها تقول له، مثلا انا عايز الحاجة ديت، مثلا جست اكشن مثلا. ممكن عندك اي سؤال في البحث تقدر تسأل فيه، في مثلا اختصار انت مش عارف هو ايه. فانت فاسيلتي مانجمنت جاوبك وشرح لك ايه هو الفاسيلتي مانجمنت. فالاداه دي بتوفر عليك وقت كتير جدا في البحث وفي التلخيص الابحاث اللي موجوده، في ان انت كانك اتصلت بالشخص اللي عمل البحث ده وناقشته. ممكن اي سؤال عايز تساله هنا، ممكن في جزئيه معينه انت مش قادر تفهمها فتقول له والله الجزئيه دي انا محتاج ان انا افهمها، كاسبر AI، وتقول له اعمل لي بقى كاونتر ارجمنت اكسب لي لايك اي ام 5. دي كويسه جدا، اشرحها لك كان انا طفل عندي 5 سنين، هو يسهلها لك على قد ما يقدر. مثلا في جزء حاجه مثلا مش فاهمها بتعمل تعلم عليها وتقول له اشرحها لي، او الفورمات مثلا، او ترانزليت عايز ترجمها لاي لغه من اللغات، هيلب مي برين ستور. ابدا اعمل لك البرين ستور بتاعتك. فلو عندكم موقع حلوه ومفيده زي قزبر AI يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء.